كبار السن بنسميهم أصحاب العمر الذهبي، لأن الذهب مهما مر عليه الوقت بيفضل بقيمته وبتزيد غلاوته مهما الزمن صهره وغير شكله. شعرهم الأبيض يعني سنين خبرة، يعني حلاوة العشرة، يعني حكمة وعبرة. وإن كانت الأم غالية علينا فأكيد أم الأم أغلى وأغلى. مسؤوليتنا إن المسنين في حياتنا مش مفروض أبداً يعيشوا في عزلة أو في وحدة. المسن لازم يكون عنده معاش يكفي التزامات حياته، وكمان مهم يكون عنده تأمين صحي علشان يحميه. أدياننا وتقاليدنا وأخلاقنا بتحتم علينا إننا نرد الجميل لأمهاتنا وجداتنا ولستات مصر المؤقرات اللي علمونا وخدمونا في طفولتنا واللي احنا بنعيش في خيرهم، أو اللي سيرتهم لسه بتعطر حياتنا وأسمائهم شرف لينا في أسمائنا. الحياة بعد الستين فصل مختلف من قصة حياتنا، لسه فيها عطاء زي اللي فات من سنين. قبل الستين دي كانت مسؤولية جامدة جدا، برضو كنت يعني سعيدة بيها لأن مخلصة في شغلي، مخلصة في بيتي، مخلصة في تربية ولادي، وربنا كافئني الحمد لله. أما بعد الستين فدي حياة تانية خالص، بقيت عضوة نشطة جدا في نوادي المسنين، بأدي خدمات اجتماعية من ضمن وجودي في النوادي. أنا 83 سنة، مسيرة حياتي كلها كانت أنا راضية عنها، يعني أنا دايما بقول لهم أنا إن شاء الله إن شاء الله 120 سنة إن شاء الله إن شاء الله، بس ربنا يسترني ويحسن ختامي. أنا اسمي الدكتورة عفاف طبالة. في الأول خالص ما كانتش دكتورة ولا أي حاجة، كانت بنت صغيرة لأنها اتجوزت وهي عندها 18 سنة، بس ربنا يعني وعدها بشريك اتجوزها وهي معها الإعدادية، بس ساعدها في أنها تدخل الجامعة وتخلص دراسة الأداب كلية الأداب قسم اللغة الفرنسية، وتلتحق بالتلفزيون وتسير في مجال عملها. أنا أول رئيسة قناة بشكل مطلق، أنا اللي أنشأت قناة النيل للدراما، ما تستغربش. هو أول كتاب عملته كان عندي 65 سنة وعلى طول أخذ جايزة. السن ده زي ما بيقولوا مجرد رقم يعني. حكاية الحاجة فتحية حكاية عادية خالص. يعني الحمد لله لما تقدم لي الحاجة عبد العال عشان يخطبني واتجوزنا وعشنا حياة طبيعية جدا، وبدأنا ما فيش إنجاب، فيعني عرفنا بقدر الله إن ما فيش نصيب. سافرنا للسعودية، اشتغلنا وقررنا نرجع مصر. قال لي لا، إحنا نعمل بقى جمعية ونقننها أحسن. اتفاجئت طبعا بواحد وعشرين بنت، وبعدين بعد أسبوع جابوا لي 7، وبعد أسبوع جابوا لي 6، بقى 34. وكانت المفاجأة لما أنا استلمت الأخرانين وبقوا 34، كان بقى لي 35 سنة متجوز، يعني ربنا اداني عن كل سنة بنت. بعد الستين أنا حسيت بقى بالأمومة الحقيقية اللي هي الأمومة اللي مع المسؤولية. الحاجة بالنسبة لي إيه؟ الحياة، التجربة كانت عظيمة، ارتباط رباني أكتر من اللي ربنا زرعه جوايا من يوم ما شفتها. وطبعا الحاجة فتحية ما تفكرش بحاجة ولا تقول على حاجة وما ينفذهاش الحاجة عبد العال.